السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أول درس بجرافيك ديسكين كورس. طبعا نحن وصلنا لأكثر من 150 شخص انضموا للكورس، أهلا وسهلا فيكم جميعا، وإن شاء الله يا رب يكون الكورس كله إفادي. شو هو مضمون الكورس يلي راح نبلش فيه، أو شو هو التصميم الجرافيك، أو من هو المصمم الجرافيك؟ خلينا ننزل لتحت شوي هون. طبعا مصمم جرافيك طبعا بتكون وظيفته انشاء محتوى يدوي او استخدام البرامج الحاسوبية ليعبر عن فكرة معينة، ومحاولته ايصال محتوى للشريحة المستهدفة والترويج عن سلعة معينة او التعبير عن فكرة، وذلك يشمل تصميم كتيبات، شعارات وصور ومجلات وفيديوهات والى اخره. طيب ما هي البرامج اللي يعني اللي بيستخدمها المصمم في عمله؟ خلينا ننزل تحت شوي. طبعا اول برنامج هو برنامج الإليستريتور، بعدها برنامج فوتوشوب، بعدها برنامج الافتر افكت. خلينا نشوف كل برنامج لحاله شو وضع فيه او شو بيعني وشرحه. خلينا ننزل على برنامج الإليستريتور. طبعا برنامج الإليستريتور خلينا نعتبره احدى برامج التصميم اللي انتجته من قبل شركة ادوبي الشهيرة. طبعا هو البرنامج يعني بيستعين فيه كتير مصممين وايضا مصوري فوتوغرافيين وكافة أنحاء المصممين في العالم بيستخدموه بلا أي استثناء. طبعا استخداماته خلينا نشوف تحت. لو نشوف هون استخدام برنامج الإليستريتور، تصميم الرسومات مثل ما هو واضح نكون هون، تصميم الشعارات مثل ما هو شعار شركة ناديس ميديا، ونشوف كمان تحت هيك تصميم رسومات البياني والأكياس والعلب، أيضا تصميم الكروت بيزنس كارت والبنرات والرول اب، وطبعا كمان بيستخدم لكتير تصاميم، لكن هذوك انا اخذت شوي من بعضهم. ان شاء الله راح ناخذهم اي تصميم لاعلانات تجاريه او اي شيء كله في الكورس راح يتوضح. طبعا فين هو نقطه كتير جدا جدا مهمه، نظام برنامج الستريتور بيتعامل بنظام الفيكتور. شو يعني نظام الفيكتور؟ خلينا نشوف. لو نعمل هون زومين خلينا نشوف هيك أكتر 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 أكتر، راح أضل محافظ يعني شوفهم على نفس الدقة، ما تغير أي شيء ولا ظهرت أي بكسل. خلينا ننزل أكتر 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 أكتر، نفس الدقة أبدا ما تغير أي شيء. طبعا هذا الشيء جدا بيعطي أريحية مصمم جرافيك بتصميم شعار أو رسم شخصي. أنا ممكن لو عبرسم شخصي كرتوني ممكن شيء من هون أو حط البنتول أو أرسم أعطي خطوط، فهذا الشيء خلينا نحط شوي. طبعا هذا هو الشرح لبرنامج الستريتور. ان شاء الله على الكورس بيوضح اكثر، راح نشرح الادوات الموجوده هون اضافه لهون، قائمه افكت وغيرها كتير ان شاء الله. خلينا نشوف البرنامج الاخر. هذا هون برنامج الفوتوشوب. طبعا برنامج الفوتوشوب انتجته ايضا شركه ادوبي، وهو بصراحه يعني عملاق البرامج في شركه ادوبي. طبعا تكمن قوه الفوتوشوب في قدرته على تصحيح عيوب الصور الرقميه مثل تعديل الوان، تصحيح الاضاءه. خلينا نشوف كيف تصحيح الاضاءه، تعديل الوان هون، نشوف هون قبل هون بعد كيف وضحت الصوره، كان جدا اضاءه جدا جدا خافتي، هون صارت اضاءه افضل بكتير وعطت للصوره يعني شرح اكثر. ننزل كمان لتحت ايضا في نشوف هون عيوب البشره، ازاله عيوب البشره، ونشوف هون في بثور او اي شيء مشوه البشره الفوتوشوب بيعالجها تماما، والصور القديمة أيضا عليها شخوط أو قحوط أو كذا أو أي شيء أو خدوش، راح نشوف هون كيف بتتعالج هون قبل وهون بعد. طبعا خلينا نشوف على البرنامج الثالث هون. البرنامج اللي راح يكون بآخر الكورس هو برنامج الأفتر إفكت. شو هو الأفتر إفكت؟ هو برنامج مؤثرات بصري رقمي ورسوم متحركي يعني من شركة أدوبي أيضا أنتج. بيستخدم في تحليل الفيديو وصناعة المؤثرات البصرية والفواصل المتحركة المستخدمة في البرامج والإعلانات التلفزيونية. أيضا من اختصاص برنامج أفتر إفكت هو تحريك والموشن جرافيك بشكل عام، يعني موشن جرافيك لو تتذكروا هذا الإعلان لدورتنا اللي راح تنطلق، فهذا كان التصميم عن طريق برنامج الأفتر إفكت. طبعا راح نشرح وراح نرجع نعيد كيف كان التصميم برنامج عفوا كيف كان تصميم هذا الفيديو الموشن جرافيك. طيب نحن كيف رح نبلش الكورس؟ طبعا نحن رح نبدأ ببرنامج الإليستريتور أول برنامج.
هذا هو البرنامج. راح نبلش طبعا فيه، راح نفهم البرنامج وطريقته وأدواته، وبعدها راح نبلش بتطبيق عملي على دروس برنامج. بالنسبة للبرنامج حطيت لينك تحميل تحت بالديسكريبشن، تحملوا من الرابط تحت وبتنصبوا عادي جدا كأي برنامج. وبكرة إن شاء الله راح نبدأ بأول درس بالبرنامج، إن شاء الله بكون وضحت الصورة للكورس يلي راح ننطلق فيه. وأي سؤال بالنسبة لطلاب الكورس إما على جروب الواتساب أو تتركوا كومنت الفيديو. إن شاء الله موعدنا غدا، السلام عليكم.